محمد السيد النجار المشرف العام على التحرير في جريدة عالم المال. يمكن أهم التصريحات في صالون عالم المال الاقتصادي عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أنه خلال 48 ساعة سيصدر البرنامج الرسمي للمشير عبد الفتاح السيسي، البرنامج الرئاسي. البعض كان بيتكلم ان مفيش برنامج، لكن البرنامج سيطرح رسميا خلال 48 ساعه كما صرح الدكتور هاني سري الدين. اهم الملامح للبرنامج يمكن اللي اتكلمنا عليها هي مساله التوسع بالنسبه اعاده تنظيم محافظات مصر، التوسع بالنسبة للظهير الصحراوي شرقا وغربا، استصلاح حوالي 4 مليون فدان، إنشاء مدن جديدة، مشكلة دعم الطاقة وحلها عن طريق الطاقة البديلة، مشكلة أزمة المياه والفقر المائي في مصر والبدائل توفير المياه وعدم استخدام مياه الشرب في الزراعة، أيضا مسألة العدالة الاجتماعية وتحقيقها في سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة أو حتى بالنسبة لمسألة العمال في المصانع. الأهم جمع الشمل بالنسبة للمجتمع المصري بشكل عام في كل القضايا، إن المجتمع ما بيمشيش على رجل واحدة، لازم يبقى فيه مستثمرين ودولة والشعب بشكل عام، وبالتالي هو بيحاول جمع لم الشمل بشكل عام بالنسبة للمستثمرين، محل المشاكل المعلقة في الاقتصاد وحل القضايا المعلقة بالنسبة للشركات، وإعادة تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المصري لزيادة معدلات النمو مع الحفاظ على حقوق الدولة بشكل واضح وصريح. ومعظم المصالحات اللي تم إعادة عشرات المليارات للدولة، وهي مسألة مهمة، وفي نفس الوقت المحافظة على حقوق الفرائض. يبقى هو بيحاول يجمع إطار المنظومة العامة واتحادات الصناعات واتحادات التجار والمستثمرين. كل هذه الأمور بتخلي المجتمع المصري يرجع متماسك بشكل أقوى، وأيضا عودة مصر القوية والرائدة في إقليمها، وهي مسألة التحدي الأكبر اللي بيواجه مصر خلال الفترة القادمة.